وحقيقة قضية إيمان السحرة يعني حتى لو طلع عليكم تحتاج إلى دراسة. يعني ما هذه المعاني العظيمة التي تكلموا بها في هذه اللحظات البسيطة؟ كيف أن الله عز وجل قذف في قلوبهم هذا الإيمان؟ الإنسان لما بياخد مواقف إيمانية في أوقات صارمة، الله عز وجل بيأجره أجرا عظيما ويعطيه في قلبه ثبات. قضية أن الإنسان يأخذ هذا الموقف في الوقت المناسب، فلما آمنوا في هذا الموقف قذف الله عز وجل في قلوبهم الإيمان والثبات. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. مسألة أفرغ علينا صبرا، العلماء يتكلموا فيها قالوا فيها دلالات جميلة جدا. قالوا أفرغ تأتي مع إيه؟ هو الفراغ ده بيأتي مع الإيه؟ مع الصبر، مع الماء. يعني الدلو لما يكون مليان تقول أفرغ، يعني أنا عايز أريد كل قطرة فيه من الماء. فقالوا إما أن يكون التشبيه في كلمة أفرغ أو الاستعارة في كلمة أفرغ أو في كلمة صبرا. بمعنى إيه؟ بدل ما يقولوا ربنا أنزل علينا صبرا ولا أفرغ علينا ماء، يعني ربنا ما قالش أفرغ علينا ماء نتطهر به من ذنوبنا، وربنا ما قالش ربنا أنزل علينا صبرا، فتشالت كلمة أنزل وجي مكانها أفرغ، وتشال ماء وجي مكانها صبرا، ففادت حاجتين. أن الصبر شبيه بالماء، يا رب خلي الصبر اللي ينزل من عندك تطهير لذنوبنا، كما أن الماء يطهر النجاسة والدنس، يا رب اجعل الصبر يطهر ذنوبنا. وكأنهم يلقون حتفهم ويفكرون في ذنوبهم السابقة ويتمنون من الله عز وجل أن يجعل هذه الميتة سببا لمغفرة ذنوبهم. ده أحد المعاني، أن لو قلنا الصبر هنا اللي جه مكان الماء. وبعض المفسرين قال لا، أفرغ هو اللي جه مكان أنزل. وقالوا يا رب، كان السحرة بيقولوا يا رب، أو المؤمنين أصبحوا الآن مؤمنون، أصبحوا مؤمنين، قالوا يا رب لا نريد صبرا عاديا، نحن نعلم شدة بطشه وعتوه وجبروته، يا رب نريد صبرا عظيما، يا رب أفرغ علينا، خلي الصبر علينا يشتمل علينا، وأفرغ يعني يا رب كأن نريد كل الصبر، يعني يا رب نريد صبرا عظيما منك، كأن في إناء بيفرغ علينا من الصبر، كأن الصبر بيشبه أنه شيء حسي كان مليان في إناء ويفرغ عليهم يحتاجونه في هذه اللحظات. فطلب عظيم، ربنا أفرغ علينا صبرا، إن هم الآن يعلمون تبعات الموقف. أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما ذاقوا طعم الإسلام لم يريدوا أن يفارقوه إلى الموت. توفنا مسلمين، لم يفكروا في حياتهم، فكروا كيف يموتون على الإسلام. وتوفنا مسلمين، نجد أن في كل السور القرآن لم يذكر الله عز وجل لنا ما الذي حدث. لذلك اختلف المفسرون، هل نفذ فرعون التهديد ودعا عليه الأكثر أم لم ينفذ التهديد؟ ففي دلالة وإشارة أن لا ننشغل بهذه الأحداث، يعني احنا نكتفي بمشهد هذا الإيمان العظيم، وأن في أحداث يفضل أن تطوى عن الناس حتى لا تؤثر فيه ولا تؤثر في عزيمته. يعني ما تيجي تقص موقف على الناس تكتفي بالموقف الذي يبث العزيمة والثبات، لو في تكملة للموقف قد يوهن من عزيمتهم لا تكمله. فأخبرنا الله عز وجل إلى أنهم وقفوا هذه الوقفة الثابتة، ما الذي حدث معهم لم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. هو الورد عن ابن عباس أنهم أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، لا طريقة بقى القتل ولا إيه اللي حصل، إنه أنهم بإذن الله عز وجل في جنته سبحانه وتعالى. مشهد التقطيع حذف من المشهد، لماذا؟ حتى لا نشغل الناس بما يفت من عزيمته، أو لأنهم انتقلوا إلى الجنة مباشرة ولم يشعروا بهذا كما حدث مع مؤمن آل ياسين. مشهد التقتيل مؤمن آل ياسين في سورة آل ياسين لم يذكره الله عز وجل لنا، بل مباشرة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انتقال من صيحة النظار التي قالها مؤمن آل ياسين إلى مشهد التنعم في الجنة دون تفصيل ماذا حدث وكيف قتلوه وكيف عذبوه، لم يذكر الله عز وجل لنا ذلك، إما لأنه لم يجد لها ألما فلم يذكرها الله عز وجل لنا، أو حتى نتجاوز هذا في حكاياتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما ازداد ثبات السحر أمام الناس
وأعلنوا إيمانهم ولم يكتفوا بالسجود بل ردوا على فرعون قوله ولم ينشغلوا بتهديدي زاد هذا الأمر زلزلة وإضعافا لعرش فرعون.